اوعى تكون فاكرني هسيبك تاني، لولا حتى ثواني كل يوم والتاني زيد هواك. انت جيت في الدنيا حبيبي عشاني، ياللي فيك احلامي هعيش معاك ايامي مهما كان. من يوم ما هواك سابني وراح وانا مستنيك ترجع لي، ولا كنت في بعدك يوم مرتاح ولا حتى اليوم بيعدي. لما رحت وغبت بقيت وحداني، في حاجة كده ناقصاني، ما انت بالنسبة لي كل الحياة. نفسي اشوفك واخدك بين احضاني، ارجع لي يا غالي يلا نرجع تاني ونسى اللي راح كده. أحمد زكريا مطرب شاب واعد، بنبدأ بيه نص حلقتنا التاني. النص الحلو الأولاني خلص والنص التاني الحلو هيبدأ، الله يخليك. بكل الأحلام الجميلة مننا كأفراد ومننا كمجتمع. الكل بيحلم بكل خير لمصر في 2014. يا رب. لو قلنا نتعرف على أحمد زكريا، يعرفنا بنفسه ويعرفنا بشبابنا ويعرف نفسه بشبابنا، ونسأله كان بيعمل ايه الفترة اللي فاتت وجاهز بإيه ل 2014. أولا برحب بكل جمهور القناة الجميلة العريقة اللي بتقدم لنا كل ما هو جميل والبرنامج الجميل ده. أنا برحب بكم جميعا وبهنيكم بإذن الله، وسنة جميلة يا رب علينا يا جميعا رب وعلى مصر وعلى الأمة العربية كلها وعلى العالم كله بإذن الله. ما يبقاش فيه أي حروب ولا مشاكل ولا أي حاجة وحشة تأذي أي حد. ثانيا، حلم كل شاب نفسه يعمل حاجة لنفسه، ان هو بجتهد على قد ما بقدر ان انا يعني حاجه بحبها هي هدفي ان انا نفسي اعملها، وان شاء الله باذن الله يعني الاقي نصيبي. غنيت باحتراف الحمد لله. ولا مجرد هواية وليك اهتمامات تانية؟ هي ليا طبعا اهتمامات تانية وهو احتراف، يعني الحمد لله ان انا يعني في الموضوع من فتره ودرست، يعني جميل. مرنت صوتي لان طبعا لاي موهبه في الدنيا لازم تثقل، وبعتبر نفسي محظوظ ان انا كنت يعني اتدربت على ايد دكاتره انا ليا الشرف ان انا اتدربت على ايديهم، ويعني منهم الدكتور محمد ستار ودكتور عهود ودكتور جهان الناصر. انا بشكرهم وبحييهم طبعا على كل المجهودات الجميله اللي انا يعني والمجهود الرائع اللي بذلوه معايا ان انا كبدايتي، ان انا لسه يعني بقول بسم الله الرحمن الرحيم ان انا بعرف الناس نوع بيا. من الوفاء الجميل، الله نرجو ان يخليك. الكل يتسم الله بيه يخليك. ويتصل لا بيه ان شاء الله. ده شرف لان هم اساتذتي فعلا، انا استفدت منهم كتير جميل. جدا، لان برضو برجع اقول ان كل موهبه لازم تثقل. هم شافوا فيا حاجه كويسه، يمكن هقول يعني مثلا مصر مليانه بالمواهب جميله جدا جدا جدا، يمكن اكون انا واحد منهم. طبعا ده الجمهور هو اللي هيحكم يعني في الاول وفي الاخر، لان انا ما بعتبرش نفسي ان انا يعني هقول ان انا كويس ولا ان انا حاجه، لان الراي في الاول وفي الاخر للجمهور اللي هو اللي عمل احمد، واللي هو لا انا لسه كبدايتي ان انا لازم بقول برضو يعني يبقى بسم فيه الله الرحمن قدر من الرحيم طبعا. الثقة في نفسنا وفي طبعا موهبتنا وفي صوتنا. الحمد لله. أحمد، بتشوف المسابقات الخاصة انا بتابع كله وما بالمطربين شاء الله والمشاركة؟ مليانه الوطن العربي كله دلوقتي، وطبعا مصر ولادة، بيبقى فيها شباب جميل. مصر رأيك دي في جامده قوي. المسابقات؟ لا مصر دي جامده قوي، يا معلش رب بقى، والحمد دايما. لله وعندنا فن وعندنا يا كل رب حاجه، احنا دايما رياده الفن في العالم العربي يا رب. وتاريخ يشهد بكده، تاريخ الفن عامه في السينما في الموسيقى في كل حاجه يعني. الحمد لله شعبنا شعب ذواق، وكل مدى هتطلع اصوات جميله تتحفنا وهتطلع كل حاجه حلوه، ويا رب يكرمني ويكرم كل شاب نفسه يعمل حاجه، لان يعني احنا كلنا شباب بنحلم ان احنا نعمل حاجه ونقدم حاجه، يعني نحقق حلم ونقدم حاجه يعني للفن الراقي، يعني تحيه لكل من يقدم فن راقي. كل فنان بيحلم بانفرادة، بخصوصية تميزه عن كل اللي موجودين، لأن اللي مظبوط. موجود كتير ما شاء الله والمواهب يعني بس طاغية، بس ولكن بس الانفرادة دي ها. هي أمل يتهيألي وحلم كل شاب عايز يوصل في مجال الغنى. هي بالظبط، هي مش كده بالظبط، يعني الفكره ده فن. اولا مفيش حاجه اسمها القاب، مفيش حاجه اسمها اللي حاطط في لا، دماغه ان هو يبقى انا عايز أنا ابقى رقم أقصد واحد او ميزة، منفرد، ده أنا غلط. أقصد ميزة في صوته.
ميزه طبعا، ميزه طبعا. تخليني انا لما اسمع اعرف مين اللي بيغني، في اصوات واتعرف عليه من اول كوبليه زي ما بيقولوا، او اول حتى كلمه، زي طبعًا. ما كنا كده كلنا بنتعرف على فريد الاطرش وعبد الحليم، الله يرحمهم. خلينا نعترف ان في زحمه، زحمه اصوات، وهو ده اللي بندور عليه في الوقت الحالي لانفراده. بتحلم بيها يا احمد ولا ايه حلمك؟ طبعا بحلم بيها، لان يعني الحاجه اللي ممكن تميزني ان هي الناس هتحب حاجه فيا، هي دي اللي تميزني. هم اللي هيحسوها اكيد، ما يعني اكيد مش هحس حاجه. اساتذتك قالوا لك ايه؟ والله قالوا لي اكتر حاجه بنحبها في صوتك التفاؤل. يعني قالوا لي ما بتغني بنحس فرحه، يعني كل ما مثلا اظهر في بروجرام او حد مثلا يعني يستضيفني يقول لي صوت الفرحه، جميل، يقول لي صوت التفاؤل. فانا يعني انا ما بحبش اقارن. خلينا نفرح جمهورنا بقى يا احمد. يعني الحمد لله. خلينا هو انا هرجع اقول برضو، هرجع اقول برضو ان انا تلميذ كل المدارس الكبيره اللي اتعلمنا منها الفن، سواء يعني من الاسطوره عبد الحليم حافظ او الاسطوره اسطوره الاجيال يعني دي واللي جايه واللي بعدها عمرو دياب. يعني هرجع اقول برضو ان احنا اتعلمنا حاجات كتير جدا من كل العمالقه دي. جميل. يعني عايزين نسمع حاجة جميلة نسمع. تفرح جمهورنا وتملاه بالأمل والحب والأحلام الجميلة ل 2014 إن شاء الله. نسمع أغنية قدام الناس، هي أغنية برضو من الأغاني اللي كانت انتشرت على الموقع الفيسبوك وعلى النت عامة. هنتكلم عن الموقع وهنتكلم عن نشاطك إن شاء الله. هي بتقول ما فاضلش كتير علشان نوصل للي احنا بنحلم نوصل ليه، صدقني حبيبي خلاص هانت وهعيش مع قلبك وهاكل ليك، ده مفيش احساس يقدر يوصف حبيبي اللي انا حاسس بيه، وانت معايا قلبي بيعرف اللي تقوله واللي نخبيه قدام الناس، خلاص يا حبيبي هقول في بينا ايه، ومعاك هبدأ حياتي وعمري وقلبي هتفضل لي قدام الناس، خلاص يا حبيبي هقول في بينا ايه، ومعاك هبدأ حياتي وعمري وقلبي هتفضل لي، بدأت خلاص أجمل حياة ومعاك حبيبي هكملها، وبجد في إحساس جميل وحاجات كتير لازم أقولها، قرب كمان ده أنا من زمان عايش حبيبي ومستني، وأنا بين إيديك قدام عينيك ده لقاك حبيبي مطمني، قدام الناس خلاص يا حبيبي هقول في بينا ايه، ومعاك هبدأ حياتي وعمري وقلبي هتفضل لي قدام الناس كلها. بقول لك يا احمد صوتك جميل. وان شاء الله تتوفق في 2014 انك توصل صوتك للجميع، مش بس على الموقع بتاعك. كلمنا عن الموقع ونسبة المشاركة فيه وآراء الناس بيقولوا لك إيه؟ الحمد لله نسبة المشاركة فيه 50,670. دي كبداية الحمد لله فخور بيها جدا، لأن جمهور الإنترنت يعني بصراحة ساندني جدا وأنا بشكره وبحييه من هنا، يعني اللي أعرفه واللي ما أعرفوش طبعا ما شاء الله الله أكبر، يعني 50,000 واحد. فالفكرة اللي هي يعني دي حاجة بالنسبة لي يعني خطوة يعني اي حد يحلم بيها، انه يلاقي سبورت من ناس يعني حاجه زي دي تحصل فيه معاه في الاول. الحمد لله رب عليها. بلاقي طبعا في ناس بتنتقدني، لو مش عارفه احمد ده طبعا مش مشكله، لان كل الناس هتلاقي اللي يحبها وتنتقدها. هلاقي انتقاد بمعنى ايه اوجه النقد اللي بتتقدم لك؟ في ناس متعصبه لمطربين معينين، ممكن يشبهوا حد بحد، ممكن وارد جدا، مش حد ممكن الناس، مش كل الناس هتسقف لي، مش كل الناس هتقول لي صوتك حلو، ده وارد جدا وبيحصل معانا كلنا. لان انا بس الحاجه اللي بتضحكني بجد، انا عايز اقول للناس حاجه بس برضو رساله بقولها لهم، يا جماعه ده فن، يعني حاجه بتحبها او حاجه او خلاص ما عجبتكش خلاص، ما تأزمش نفسك وتقعد مثلا ان بضحك. يعني بجد انا مثلا اقعد افتح المواقع يعني بشوف كل زمايلي المطربين والنجوم الكبار السوبر ستار، بلاقي ان في ناس موجهه ان هي تشتم الفنان، ما بتعملش حاجه غير تشتم الفنان. بس الحمد لله هو ده، يعني ده ما حصلش معايا، ده وارد. وحتى اذا حصل واذا كان بنسبه يعني معقوله، فاحنا برضو نقدر نامل خير في نفسنا، وان احنا لازم نتقبل النقد
حتى لو ما كانش موضوعي في فرق بالظبط بنفس ضحكتك الجميله دي. بالظبط كان السبب، لان في الاول وفي الاخر دي حاجه انا بحبها والشهره لا تعنيني بشيء، انا بفكر في حاجه. خلينا نقول ان حلم تاني واساسي من احلام كل مطرب ثواني ومغني. انا بالنسبه لي لا، انا بالنسبه لي كحاجه شهرتي الحقيقيه هي حب الناس ليا في الشارع. شكرا. ما هي مش هتيجي غير بعد ما اوصل للناس. ما هي الحمد لله هي وصلت. مش هوصل من الناس للناس الا عن طريق الشهره. هي وصلت، بس اصلح لك الحاجه. في ناس بتستخدم الشهره دي بمعنى تاني، منظور تاني خالص، بفكر تاني خالص. بمعنى التعالي على الجمهور، بينسوا فضل. لا هو بيحصل حاجه. خلينا نقول ان هدف ده هدف اساسي ورئيسي. بس انا هقول على حاجه، انا كمذيعه احب ان انا اشتهر واتعرف من الناس كلها، واللي اكتر مني المطرب، ودليل ان احنا بنشوف اللي بيشتركوا في مسابقات اللي احنا بنشوفها يمكن يكونوا محترفين يمكن يكونوا محترفين غنى ومعروفين في بلادهم، لكن عايزين ينتشروا ويشتهروا، لان الشهره مش شيء، مش صبه، بالعكس ده الشهره هي دليل على حب الناس للمطرب. يا فندم حضرتك انا بتكلم على في الزمن ده اللي بيحصل، ان في ناس بتستخدم الشهره غلط في التعالي على الجمهور. لا دي سلوكيات في حاجات يعني بالظبط، كل واحد يحاسب عليها. مطرب انما يعني احنا خلينا نتكلم. يعني انت مثلا يا احمد ما تأملش ان انت تشارك في احدى المسابقات الكبيره اللي ممكن من خلالها يتم تبنيك من قبل شركات كبيره ينتجوا لك البوم او ينتجوا لك اغاني. الالبوم في طريق ان شاء الله بمشيئه الله. حلوه الثقه الجميله دي في النفس. لا هو الحمد لله وانا قائم عليه. وجه عام ان ده هدف وامل لكل مطرب. لا اكيد مفيش شك. قول لي على احلامك بدل احنا احلامنا. والله احلامي شخصيه ولا عامه؟ كله. طيب احنا حلقه الشخصية. النهارده من مصر، انت عارف ان برامجنا كلها بتبقى مع الشباب. حلقه النهارده هي بدايه لسلسله من الحلقات هنحاول نقرب بيها ليك طبعا كشباب وللمواطنين في الشارع المصري، نشوف احنا عايزين ايه من 2014 يوفقنا ليه ربنا سبحانه وتعالى بمشيئته. طبعا هو انا حلمي بسيط ان انا ادخل قلوب الناس. ده حلمي الشخصي. جميل. وانا ربنا يوفقني ولكل مجتهد نصيب طبعا في اللي انا بسعى ليه. ونفسي اشوف فعلا يعني ان احنا محافظين على الرياده ومحافظين على بقى عامه بقى كف الفن، محافظين على الرياده ما تسحبش من تحتنا ابدا. وان اشوف بلدي طبعا احسن بلد لانها تستحق كتير جدا. ويا رب يا رب يوحد صفوفنا، ومش عايزين مشاكل، مش عايزين اي حاجه يعني تفرقنا من بعض، لان احنا طول عمرنا شعب واحد وبجميع اطياف المجتمع. وبحلم ان يعني طبعا يعني يا رب اكرم كل انسان مجتهد، لان البلد فيها ناس جميله جدا، في شباب يعني طموح، في شباب يقدر يعمل حاجات كتير جدا. ودليل لما الفرصه بتيجي لاي شاب، هنقول بقى سواء في الفن في اي مجال، الحمد لله في نماذج مشرفه كتير جدا في البلد من جيل الشباب، والحمد لله واللي في زياده، وفي تقدم باذن الله، وان شاء الله البلد في ازدهار وتقدم، وان شاء الله يعني الفن كمان حتى هيرتقي اكتر من كده ان شاء الله. ومش هننقد حد. في مثلا في سلبيات كتير جدا في الفن دلوقتي بتحصل، وفي حاجات يعني مش مشرفه. لا هي مش زي ايه، هقول لحضرتك على حاجه بالظبط. يعني مش احنا مش هنذكر اسامي، بس في حاجات بتسيء للفن. نتكلم بوجه عام عن كلمات مثلا، عن الحان، عن في كلمات طريقه عرض ما ينفعش تتغنى. وللاسف الناس بتغنيها علشان الناس تمشي تشاور عليه في الشارع. عشان هو عايز يتشهر وبس. طب انت فين احترامك لنفسك واحترامك لفنك واحترامك لاهل بيتك اللي هيشوفوك في التلفزيون مثلا او اللي هيسمعك؟ فين الكلام ده؟ ده اللي انا بتكلم فيه، ده اللي انا عايز اعرفه للناس، اللي هو يعني قبل اي حاجه. طبعا هو في ناس طبعا هتنقد الكلام اللي انا بقوله ده، وانا مش حق ان انا احكم على حد، ومش هحكم على حد. احنا بنتكلم في العام وفي الافضل، ومش عايز اقول في احلام لان كل ده قابل للتحقيق طبعا، لكن بنتمناه وبنرجو انه يتواجد في كل مجال مش بس في الفن. بتمنى طبعا، بتمنى ان بلدي يعني ان ربنا يكرم بلدنا وتقف على حالها بجد، لانها تستاهل اكتر من كده بكتير يعني. ان شاء الله، وان ربنا يا رب يحمي شبابنا ويحمي كل شعبنا. ان شاء الله بيكم بالشباب الجميل اللي كل امله انه يقول كلمه حلوه طبعا بلحن جميل يا رب. وبصوره اجمل تظهر لمجتمعنا المصري، ونحاول نرتقي بيها بمستويات أداءتنا بمشيئة الله في رب. كل شيء مش بس في الغنى. أحمد شاركت في حفلات شبابية أكتر حاجة كانت بتطلب منك تغنيها إيه؟ أكتر حاجة كان هي الأغاني بتاعتي، وكان ليا يعني
بيحبوا يسمعوا مني اغاني الاسطوره عمرو دياب. بس وطبعا في اغاني طبعا من الجيل القديم وفي حاجات يعني كل ما هو يعني برضو في تفاؤل ان الناس حاجة محتاجه. انت بتحب تغنيها ايه غير اغاني؟ اكتر حاجه بحب اغنيها لعمرو دياب. اتفضل. اوكي. يا روحي انا ويا قلبي انا وملناش عنك يا حياتي غنى. يا روحي انا ويا قلبي انا ملناش عنك يا حياتي غنى. وبعدك تعب الشوق وخلاص بيعدى عليا اليوم بسنة. وبعدك تعب الشوق وخلاص بيعدى عليا اليوم بسنة. بيعدى عليا اليوم بسنة. عمرو دياب ليه شعبية كبيرة قوي. بالنسبة ليكم كشباب ايه اكتر حاجة بتميزه وشدكم ليه؟ هل صوته، اغانيه، شخصيته، ايه اللي بيلفت نظر الشباب ويجمعوا كده على حب عمرو دياب؟ بصراحة كل حاجة. انا بشوف عمرو دياب بفرح شخصيا، يعني انا ما بشوفه بفرح. يعني مجرد طلته يعني هي مش عند حد. يعني ما شاء الله الله اكبر. لا ده حب بقى يعني. دي حقيقه. خلينا نتكلم بموضوعيه. ايه اللي عمله بخطوات في حياته عشان يوصل للي هو فيه؟ انتوا عايزين تمشوا عليه. إصرار. ايه اهم ما بيهم؟ اصرار. صبر. اجتهد. منهج اي حد المفروض يمشي عليه. هو كان شاب بسيط في يوم من الايام بيحلم يبقى حاجه زي ما انا شاب بسيط، زي ما كل اي شاب نفسه يعمل حاجه. وهو يعني الحاجه الوحيده ان هو اصر ان هو يختلف، ان هو يبقى نموذج وعايز يثبت نفسه. ده اللي اي حد بيحلم بيه دلوقتي، عكس ما حد يطلع يقول انت بتقلد فلان، او انت عايز انت بتقلد عمرو دياب او بتقلد مثلا كذا. انا يشرفني لو هيتقال علينا بقلده، انا يشرفني بس انا ما بقلدوش الحمد لله لسبب. بس انا برضه هقول يشرفني لسبب ان هو نموذج. هو نموذج 25 سنه نجاح او 30 سنه، 25 سنه 30 سنه الله اكبر يعني عليه، 30 سنه نجاح. زي ما في محمد منير اسطوره، كل واحد في مكان، محمد فؤاد كتير، كل الجيل ده احنا اتربينا عليه. الحقيقه اللي بيلفت النظر في معظم المطربين اللي انتوا بتحبوهم الاستمراريه. طبعا. ليه؟ مع الاصرار. بيرتقوا الفن، بيقدموا الفن الراقي. احنا لما نقول عمرو دياب مثلا من بدايه التسعينات تقريبا 81 او 82 ويمكن محمد منير، استمراريه. يعني الاسماء اللي احنا بنتجه ليها علشان نقلدها، وده مش عيب، ان احنا ما بنقلدش صوت بس، احنا بنقلد منهج حياه عشان نوصل وننجح. ده كله اثر فيه، او اكتر حاجه مأثره فينا هي الاستمراريه. ودي تهيألي بتتطلب زي ما انت قلت يعني مجهود واصرار والتحدي. بس الميزه انك تكون مختلف. يعني الميزه برضو ان انت تعمل حاجه الناس تحبك بيها. يعني مش هو مش تقليد اعمى. مثلا في ناس هو مثلا زي عمرو عمل لوك ده شرحه عمل كذا كذا. طب انت ممكن تعمل ده بس لو لا عليك، لو لا عليك اعمله هيميزك هيلي عليك. اوكي. وايه اللي هيميز احمد زكريا ان شاء الله؟ دي بتاعت ربنا بصراحه. انت شايف في نفسك ايه اللي ممكن يكون مميز فيك؟ والله انا زي اي حد. انا زي اي حد الحمد لله، ويعني نفسي اعمل حاجه، يعني اللي هو بسمع الناس شغلي والناس هي بتحكم عليا في الاول وفي الاخر، والحمد لله. يعني انا كفايه السبورت اللي هم عاملينه لي، يعني انا بالنسبه لي مش محتاج حاجه اكتر من كده. يعني حبهم ليا ده كنز من كنوز الدنيا، يعني اللي هو ما احلمش اكتر من كده. كلنا شهدنا في بس من فتره يعني 5 6 سنين اتجاه للجروبات الفنيه، ان انا اعمل فرق. طبعا. وشفنا فرق الحقيقه كان ليها اثر جميل جدا في حياه الشباب، لكن ما كانش في استمراريه. هل ممكن تتجه في يوم ان انت تجتمع مع يعني زميل او زميله في مجال الغنى ونعمل جروب مع بعض ونعمل فرقه؟ افكار جديده اولا، يعني الحمد لله رب العالمين. يعني الجو ده مفتقد لحياتنا الفنيه دلوقتي. اوصلها لكل زمايلي الفنانين. في حاجه اسمها فن، في حاجه اسمها احنا بنحب فننا وشغلنا. انا بالنسبه لي هقدم حاجات كتير جدا، وان شاء الله الفتره الجايه يعني باذن الله بس اثبت نفسي كاحمد الاول، وهيشوفوا مني حاجات هو ما حدش عملها قبل كده. ولا يعني إيه انت شايف ايه اللي مفتقد؟ شايف ايه اللي مفتقد في سوق الغنى في الوقت الحالي؟ ايد واحده.
رسالة للفن، يعني ليه ما بنعملش كرنفال نمشي في شوارع مصر كلها؟ ودي برضو بقولها لكل فنانين مصر، وبقولها ليه ان احنا ما نقولش للناس بجد حب، وحب بلدنا وحب فننا وحب اصالتنا وغربتنا وتاريخنا، ان احنا نعمل حاجه صح. ان احنا مثلا هقول لحضرتك على حاجه بره، فمثلا زي مثلا في لندن، في اي بلد مثلا اوروبيه، بتشوفي مثلا ايه كرنفال طويل عريض، وتشوفي كل الستارز في الشوارع، الناس بتعمل طبيعتها، كل واحد بيقدم فنه. احنا عندنا في مصر هنا والله العظيم رياده 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 للفن مش طبيعيه. وفي مثلا يعني مثلا كفايه مثلا اماكن قصور الثقافه مليانه فنانين موهوبين جدا، الاوبرا، سيد الصاوي بيتقدم حاجات جميله جدا، يعني في الفرق اللي بتطلع هناك دي، كل يعني احنا عندنا فرايتي جامد جدا. الناس دي محتاجين ايه؟ ناقصهم ايه؟ محتاجين ان هم يعني تركيز اكتر من كده، محتاجين صبر، وقبل كل الثقف ربنا سبحانه وتعالى نهديهم ان هم بيحلموا بيه. زي ما انا شخصيا بالنسبه لي ربنا سبحانه وتعالى نعمه عليا من يعني الاساس الراسي زي ما بيقولوا، الحمد لله رب العالمين ان احنا وصلنا لمرحله زي دي، وبفضل ربنا عليا ان انا يعني قدرت ان انا اعمل فيديو كليب وان هو يتشاف. كان اسمه يا ربي رحمن، كان اول تجربي اللي هو كان فيديو كليب، كان نزل في رمضان الحمد لله، اتذاع على كل الفضائيات. اسمه جميل، الله يخليك. ما هو يعني بصراحه ما فيش احسن من كده، لان يا ربي يا رحمن. احمد زكريا المطرب الشاب الواعد اللي بنتمنى لك في 2014 كل نجاح. حلقتنا كانت مليانه احلام وامال وامنيات بكل الخير لنفسنا على المستوى الشخصي، ولضيوفنا على المستوى الشخصي، ولمصرنا الجميله على المستوى العام. هسيبكم مع احمد مع اجمل تمنيات مني ومن اسره قناه النيل للتعليم العالي كل فرد فيها، بان مصر تكون للافضل والاحسن والاجمل والاجنب مشيئه الله في 2014. وهسيبكم مع احمد زكريا يختم لنا الاغنيه دي بايه؟ يا رب يا رحمن، يا رب يا رحمن، يا رب يا رحمن. يا رب يا رحمن انا جاي ليك عشمان، بطلب وبتمنى ترزقني بالجنه. يا رب يا رحمن انا جاي ليك عشمان، بطلب وبتمنى تكرمني بالجنه، تكرمني بالغفران غرقان وكل ذنوب، وبجد نفسي اتوب وجايلك وبدعيلك تكرمني بالغفران.